حضرت. معانا استاذ امير رمسيس مخرج فيلم خانة الياك، اهلا وسهلا بيك يا امير في بابارات. اهلا بيكي، مبروك على الفيلم. طبعا عملت النهارده حاجه جديده شويه من نوعها، يا ريت تحكي لي اكتر عن الفيلم. هو الفيلم زي ما يمكن شفنا فيلم بيعتمد على السسبنس، على التشويق، في لعبه جديده بالنسبه لي شويه، فكره اللعبه طول الوقت انت بتلعبي على المتفرج ان هو بيكتشف حاجات جديده طول الوقت لحد اخر ثانيه. انت بادي الفيلم بغموض وناهيه تقريبا بغموض، يعني لا هو بينتهي بوضوح، بس يعني الوضوح ده بيتكشف تدريجيا، يمكن لان في خمس شخصيات وكل شخصيه وراها سر ما او سؤال ما، فيمكن في مراحل مختلفه في الفيلم. اختيار اللوكيشن بناء على ايه؟ والله السيناريو كان طايح علينا لوكيشن يعني موصوف بحرفيه شديده جدا، احنا اخترنا مساحه مناسبه واشتغلنا مع مهندس ديكور ان احنا نخلق ده. يعني كان لؤي كان كاتب السيناريو، كان في خيال واضح جدا للديكور احنا حاولنا نحققه. هو ده ديكور ولا مصنع فعلا؟ احنا خدنا مصنع بس استعملناه كحيطان، يعني كل اللي جوه ده اتبنى فعليا عشان يحقق المعادله. اختيار الابطال بناء على ايه؟ اشمعنى الوجوه وخصوصا ان يعتبر يعني كلها وجوه شابه؟ يعني كلهم انا كنت حابب اشتغل معاهم بشكل شخصي، كل واحد منهم انا كنت حابب من قبل كده ان انا اشتغل معاه. مساحات الادوار السيناريو هو اللي فايضه علينا يعني. طيب ايه الجديد عندك يا امير في 2016؟ يعني خلصت سيناريو جديد اسمه دم بارد، ده هيبقى مشروع جاي ان شاء الله، بس يمكن بدري شويه ان احنا نتكلم عنه. سينما ولا دراما؟ سينما. يا متوقع عرضه امتى؟ لا لسه هبتدي من دلوقتي افكر فيه بقى، يعني نهايه 2016 اتمنى ده يعني. ميرسي جدا يا فندم، ممكن تقول لنا حاجه لبابا رازي في 2016؟ يعني بشكركم على مشاركتكم النهارده واتمنى تكونوا اتمتعتوا بالفيلم. ميرسي جدا يا فندم. ميرسي، شكرا. جميل. حضرت أقوى موقع فعلا.